المستقلين أمامهم ثلاث خيارات. الخيار الأول أما أن يكونوا مع التيار الصدري أو يكونوا مع إطعان التيار الصدري مع القوى الثلاثة، أو ما يكونوا مع إطار التنسيق، أو يكونوا بالمنتصف. المنتصف حقيقة يعتبر مع الإطار التنسيقي. فأمام حقيقة أمام يعني عدم دخول المستقلين مع التيار الصدري أو مع التحالف الثلاثي يعتبر أنهم جزء من الإطار التنسيقي. اليوم حقيقة خلفية المجتمعية للمستقلين هم يدفعوهم نحو التيار الصدري، ولهذا يفترض على المستقلين حقيقة الدخول مع الإطار مع التحالف الثلاثي، ومن ثم يبحثوا عن مصالحهم إن صح التعبير، مصالح المجتمع، مصالح ثورة تشرين إن صح التعبير. يحاول قدر الإمكان الاتفاق على أسس أكثر ما الاتفاق على مصالح شخصية أو حزبية. ولهذا صراحة هناك فرصة إيجابية على المستقلين أن يغتنموها، هو الدخول مع التيار ومع كردستان إن صح التعبير التحالف الثلاثي، والبحث عن مصالح